أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الأول ابتدائي. إذن أحبتي الصغار، تتم للدرس السادس عشر. إذن اليوم لدينا الحصة الرابعة والخامسة. إذن أقاوم تعلمتي وأدعمها. جميل. الصفحة 71. إذن قبل ما نبداو في الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناة، فعلوا زر الجرس، كذلك ايضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو. هذا كان عندكم شي سؤال او ما فهمتوش شي حاجه، خليوها لي في بلاصه التعليق، فانا اكيد كنقرا جميع التعليق ديالكم. اذا على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. جميل. اذا عندنا التمرين الثالث عشر. اذا السؤال يقول اتاكد من صحه الوضع وانجز. اذا اتاكد بعدا من صحه الوضع، هاد العمليه هادو واش موضوعه بشكل صحيح، ومن بعد انجز. احسنتم. عندنا هنا العمليه الاولى 10+9، إذا الوضع ديالها صحيح، إذا قم بالإنجاز ديالها. عندنا 0+9 تساوي 9، ياك. وعندنا 1+0، 1+0 دائما كنقول لكم هذا الفراغ راه كيساوي صفر، 1+0 تساوي 1، إذا غنكتبو العدد 1. إذا عندنا 10+9 يساوي 19، 10+9 تساوي 19. جميل. شوفوا العملية الموالية، عندنا 14+1 كذلك أيضا فهي عملية صحيحة. إذا هنا عندنا كلا نديرو صفر باش تولي هنا 0+9 بحال هذه، أو نخليوها هكا بحال بحال، دائما الفراغ كيساوي صفر. إذا 14+1 هذه كتقرا واحد، هذا صفر هذا ممحسوبش حيت كاين على اليسار، ليسر العدد اذا ما محسوبش. اذا 14+1، اذا نحسبوها 1+4 شحال كتساوي؟ تساوي 5. اذا غنكتبو العدد 5 بهذا الشكل هذا. جميل. عندنا 1+0 تساوي 1، اذا نكتبو العدد 1 بهذا الشكل. اذا عندنا 14+1 تساوي 15، اذا فهي عملية صحيحة. جميل. نمشيو دابا العملية الأولى الموالية. إذا عندنا العملية الموالية، عندنا 6+11 فالوضع كذلك أيضا صحيح. إذا يمكننا نكتبو هنا صفر بحال بحال. إذا نجاوبو عليها، عندنا 6+1 تساوي 7، نكتبو بهاد الشكل هذا. وعندنا هنا 0+1 كتساوي 1، بهاد الشكل هذا. إذا 6+11 شحال كتساوي؟ تساوي 17. أحسنتم. إذا دابا نمشيو لي التمرين 14. إذا أكتب الأرقام الناقصة، نبداو بهاد العملية هادي. عندنا هنا الرقم 14 وفي الخارج عندنا 8، إذا 4 خصنا نضيفو عليها عدد باش نحصلو على 8، إذا هو 4 بهاد الشكل. إذا 4+4 تساوي 8. هنا 1+0 تساوي 1 بهذا الشكل هذا. إذا 14+4 تساوي 18. جميل. نجيو دابا العملية الموالية، عندنا هنا 3+ رقم باش تعطينا 7، إذا 3+4 تساوي 7. إذا الرقم اللي غادي نضيفوه على 3 باش يولي عندنا 7 هو 4. إذا هنا عندنا 1 وهنا عندنا 1، إذا هنا عندنا 0 بهذا الشكل هذا. 0+1 تساوي 1، إذا 3+14 تساوي 17، 3+14 تساوي 17. شوفو دابا العملية الموالية، هنا عندنا 5 وهنا عندنا العدد 9، إذا شحال غادي نضيفو على 5 باش تولي عندنا، يولي عندنا العدد 9 هو 4 بهذا الشكل هذا. إذا 4+5 تساوي 9، هنا 1+0 تساوي 1 بهذا الشكل. إذا 14+5 تساوي 19. أحسنتم. دابا غادي نمشيو للتمرين 15. إذا أنجز العمليات في دفتري ثم ألون حسب التوجيه. إذا العمليات هما هادو، 6+13، 10+10، 10+4، 2+13. إذا نديروها في شي ورقة أو دفتر، نتوما غادي ديروها في الدفاتر ديالكم. إذا جميل،
اذا انا غنجاوب في ورقه، نتوما غادي ديروا التمارين هاد، تخرجوا هاد العمليات هادو في الدفاتر. اذا نبداو بالعمليه الاولى، 13 زائد 6 هي هادي، 13 زائد 6 وغادي نديروا خط. اذا 3 زائد 6 شحال كتساوي؟ تساوي 9. جميل. 1 زائد 0، دائما اقول الفراغ كيساوي 0، تساوي 1. اذا 13 زائد 6 تساوي 19. شوفوا العمليه المواليه، 13 زائد 2، اذا 13 زائد 2 بهذا الشكل هذا. اذا 3 زائد 2 شحال كتساوي؟ تساوي 5. جميل. 1 زائد 0 كتساوي 1. اذا 13 زائد 2 تساوي 15. احسنتم. شوفوا العمليه المواليه اللي هي 10 زائد 4، اذا 10 زائد 4 دائما الوحدات تحت الوحدات، وحدات تحت الوحدات، ما ديروش مثلا هنا 4 في الجهه هذه، لا هنا العشرات وهنا الوحدات، اذا دائما الوحدات تحت الوحدات. اذا 0 زائد 4 تساوي 4. 1 زائد 0 تساوي 1 بهذا الشكل هذا. جميل. عندنا العمليه المواليه 10 زائد 10، 10 زائد 10 بهذا الشكل هذا. اذا احسنتم. اذا 0 زائد 0 شحال كتساوي؟ 0. 1 زائد 1، 1 زائد 1 تساوي 2. اذا هنا عندنا 10 زائد 10 تساوي 20. احسنتم. اذا هاد العمليات هادو غادي ديروهم في الدفاتر ديالكم، ماشي في ورقه، اذا في الدفاتر. احسنتم. اذا دابا نرجعوا للتمرين. اذا انجزوا العمليات في دفتري ثم الون حسب التوجيه. هنا عندنا 3 زائد 6 شحال كتساوي؟ 3 زائد 6 13 عفوا زائد 6 تساوي 19. اذا غادي نشوفوا 19 هو هذا اللي من اللون الاحمر، وغادي نلون هاد النصف ديال الجناح باللون الاحمر. استنى هاد الشكل هذا. جميل. احسنتم. نكمل. اذا حيدتنا هنا 6 زائد 13 تساوي 19، وهنا عندنا كما كتشوف معايا 19 راه باللون الاحمر. نشوفوا دابا هنا 13 زائد 2 تساوي 15 اللي باللون البنفسجي. جميل. اذا غادي نلونوا هاد النصف المتبقي من هاد الجناح باللون البنفسجي هاد الشكل هذا. احبتي الصغار، نتوما راه بشويه عليكم تتلون، ما تزربوش باش يجي الرسم ديالكم والتلوين ديالكم جميل. هنا عندنا 10 زائد 10 تساوي 20، وهنا عندنا 20 راه باللون الازرق. اذا هنا هاد النصف الاول من الجناح غادي نلونوه بماذا؟ باللون الازرق. احسنتم. هاد الشكل هذا احبتي الصغار، نتوما كتكم شويه عليكم تتلونوا الفراشه ديالكم هاد الشكل. هنا عندنا العمليه المواليه 10 زائد 4 تساوي 14، اذا 14 بمدى باللون الاخضر. اذا غادي نلونوا هاد الجناح المتبقي او نصف الجناح المتبقي باللون الاخضر. احسنتم. اذا بهذا الشكل هذا. جميل. دابا غادي نمشيو لي 8 صادس 10. اذا اصل كل عمليه بنوع الخطا فيها ثم اصححها. اذا شوفوا هاد العمليه هذه، اذا كما كتلاحظوا معايا فطريقه الوضع صحيحه، اذا 15 زائد 3 فطريقه الوضع صحيحه. اذا شوفوا الحساب، نحسب واش الحساب هو هذاك. اذا 5 زائد 3 شحال كتساوي؟ 8. اذا خطا، اذا غادي تكون هنا 8. اذا غادي نديروا بعدا خطا في الحساب بهذا الشكل هذا، نربطها بخطا في الحساب ثم اصحح. اذا غادي نصححها هنا، نديروا 15 زائد
3 ديروا تساوي، إذا 5 زائد 3 تساوي 8، 1 زائد 0 تساوي 1، إذا 15 زائد 3 تساوي 18 مثل 17. نشوفوا العملية الموالية، إذا 10 زائد 1، إذا انطلقا من الملاحظة الأولى فراه طريقة الوضع خاطئة دائما، ما خصناش نخليو هذا الفراغ هذا، إذا غادي نربطوها بطريقة الوضع بهذا الشكل هذا، وغادي نقوم بتصحيح ديالها. إذا 10 زائد 1 كتكتب بهذه الطريقة هذه، واحد كنكتبوه هنا ماشي هنا، واحد ما كيتكتبش هاد الجهه هنا، وحدات تحت الوحدات، 10 تحت العشرات، هنا الوحدات، هنا درنا الوحدات ودارو واحد بلاصه العشرات، لا واحد خصو يكون هنا. اذا نجاوبو، اذا 0 زائد 1 تساوي 1، 1 زائد 0 كذلك تساوي 1، اذا 10 زائد 1 تساوي 11. جميل، اذا بهذا الشكل هذا احبتي الاصدقاء. دابا غادي نشوفو التمرين الموالي، يقول إذا 8/17 بمناسبة عيد العرش خاضت والدة زينب 5 أعلام وطنية في اليوم الأول و13 علما في اليوم الثاني. السؤال هو أحسب عدد الأعلام التي خاضتها أم زينب في اليومين. إذا اليوم الأول عندنا في اليوم الأول دارت 5 أعلام، خاطت 5 أعلام، اليوم الثاني زائد اليوم الثاني 13 علما. إذا غادي نشوفو المجموع، إذا غادي نديرو 13 زائد 5 باش نشوفو شحال خيطات في يومين. إذا 3 زائد 5 تساوي 8، 1 زائد 0 تساوي 1، إذا 5 زائد 13 تساوي 18. إذا خاطت أم زينب 18 علما في يومين. جميل، إذا أحسنتم. دابا غادي نمشيو للتمرين الموالي. إذا التمرين 10 يقول بعد 7 أيام ستحتفل عائشة بعيد ميلادها 7. إذا كنا يوم 12 يناير فما هو تاريخ ميلاد عائشة؟ إذا سهلة، إذا عندنا اليوم، حنا في اليوم الثاني عشر، إذا غنكتبو في اليوم الثاني عشر ياك، إذا غتحتفل بالعيد الميلاد ديالها بعد 7 أيام، إذا غادي نضيفو عليها 7 أيام، إذا نديروها 12 زائد 7 وغنشوفو شنو هو نهار للعيد الميلاد ديال عائشة. 2 زائد 7 شحال كتساوي؟ تساوي 9. 1 زائد 0 تساوي 1، إذا كتساوي 19. إذا عيد ميلاد عائشة غادي يكون يوم 19 يناير، 19 مدى يناير. جميل، إذا أحبتي الآن نمر إلى التمرين 19. السؤال يقول أحسب عدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب ثم أحدد الفائز بعلامات في. إذا عندنا هنا لاعب ثم لاعبة. جميل، إذا نشوف النقاط ديال اللاعب الأول. إذا هنا عندنا عنده السهم كاين في الدائرة اللي فيها 2، وكذلك السهم كاين في الدائرة اللي فيها 5، إذا عنده 2 زائد 5، إذا نكتبو 2 زائد 5 بهذا الشكل هذا، ونكتبو تساوي. إذا نشوفو هاد اللعيبة هادي عندها السهم في الدائرة اللي فيها 2 والدائرة الخضراء، ثم السهم في الدائرة الصفراء اللي فيها 10، إذا غنكتبو 2 عندها جوج نقاط زائد 10 نقاط. جميل، بهذا الشكل هذا، إذا نديروها بطريقة عمودية. إذا هنا عندنا 2 زائد 5 بهذا الشكل هذا شحال كتساوي؟ إذا تساوي 7. هنا عندنا هاد العملية هادي، إذا 10 زائد 2 كتبو 10 زائد عفوا زائد 2 بهذا الشكل هذا، إذا 0 زائد 2 تساوي 2، 1 زائد 0 تساوي 2، إذا 10 زائد 2 تساوي 12. إذا اللاعب الفائز هو هاد البنت هذه، إذا غادي نديرو علامة بهذا الشكل هذا. إذا جميل، إذا أحسنتم أحبتي الصغار، إذا هكا كنكونو سالينا الحصة ديال اليوم، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة المجيئة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.